السلام عليكم. تم تدشين مؤخرا بولاية سكيكدا، وبالضبط في مدينة سكيكدا بمنطقة فليفيلا ليست بعيدة عن مدينة سكيكدا. تم تدشين فندق جديد بمعايير عصرية ودولية. إن شاء الله نلاحظ هنايا الديكور الداخلي، والفندق هذا كبير، يعني حجمه كبير جدا، فيه فضاء داخلي كبير وفيه عدة مسابح، فيه 3 أو 4 مسابح، ويتربع على مساحة 2 هكتارات. فيه ملحقات أخرى كبعض الفيلل وزوج مسابح خارجية، وكذلك يتكون من حوالي 320 غرفة و 35 سويت. وإن شاء الله نلاحظ هنا يعني الديكور الرائع اللي في الداخلي، وإن شاء الله يعني فيه تكون فيه يعني فنادق من هذا النوع في كل المدن الجزائرية وخاصة المدن الساحلية. وسكيكدا، مدينة سكيكدا تستاهل تكون عندها يعني فنادق كبيرة، لأنها مدينة ساحلية وعندها تسخر بتراث كبير يعني في المنطقة، مثلها مثل المدن الساحلية كبجاية ووهران و يعني المدن عنابة كذلك. هذه المدن الساحلية يعني عندها مقومات باش تكون مدن يعني فيها سياحة. إن شاء الله تتطور المنطقة، هذه منطقة فليفيلا اللي فيها كذلك فندق آخر، فندق تاع جولدن توليب كذلك كبير وفندق عالمي. إن شاء الله يكون فيها يعني مشاريع أخرى. السلام عليكم.